حكم قول أنا سلفي، لكن هذا القول يولد فتنة وعصبية، أو أن كلمة سلفي أصبحت رمزا على جماعات وحزب لا تقولها، ويكفيك أنا مسلم، ويكفينا جميعا أن نمتثل قول الله تعالى: تسموا بما سماكم الله به، هو سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا بما سماكم الله به. أرجع أقول إن الله قال: ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل.